علاقات الحب، اصل الحب الحرام صعب ان ربنا يبارك فيه. الحب اللي قام على اساس حرام محدش هياخد واحده من خزاين ربنا غصب عنه، فالحب اللي قام على اساس حرام صعب ان ربنا يبارك فيه. عشان كده تيجي تشوف بقى بعد ما بيتجوزوا، لما واحد في الالف منهم بيتجوزوا بيبقوا ايه، تموت على روحك من الضحك. حبيب قلبنا انا مقدر مشاعر قلبك ومقدر ان انت قلبك مليان عواطف تجاه واحده معينه، تزعلش مني لو انا قلت لك ان الموقف بتاعهم يموت من الضحك بعد كده. يعني طفل بيقول لابوه بعد ما اتجوز واحده وبقى شوف قصص الحب اللي كانت قبلها، بيقول له يا بابا هو الحب اعمى؟ قال له بص لماما وانت تعرف. ايوه كده الضحكه دي حلوه. انت عارف المراه اللي راحت الكعبه قالت لهم اين بيت ربي؟ قالوا لها هذا بيت الله. وضعت خدها على الكعبه وقالت بيت ربي بيت ربي وماتت. والشاب اللي بيحب بنت اول ما جات له متزينه نزل سجد لها من حبه ليها مات. دي ماتت من الحب وده مات من الحب، ولكن شتان ما بين الحبين. عشان كده حبيبنا ربنا بيقول والذين امنوا اشد حبا لله، أشد حبا لله. إن اللي هيملى قلبه حب ربنا سبحانه وتعالى مش هيبقى عنده فراغ في قلبه الحب حرام بعد كده. طب هعمل إيه؟ الحب ما متمكن مني حبيبي ماشي، ما هو مش كل حاجة أنا نفسي فيها أقدر إن أنا أقرب منها. خد بالك إن الزواج لا يجب ما قبله، في شباب كتير يقول هتجوزها، ولو اتجوزتها علاقتك الحرام بيها قبل الجواز ممكن تدخل النار بسببها، لأن مش معنى إن اتجوزتها إن كل نظرة وكل كلمة وكل مكالمة ربنا غفرها لك. ما دي ذنوب عايزة توبة إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده الحل اصبر، ما تبقاش عامل زي اللي جه الساعة 2 الظهر في نهار رمضان مش قادر عطشان. اصبر، قولوا لي حل عملي. اصبر، اصبري عواطفك المتفجرة جوه قلبك دي، اصبري 3-4